بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا جون هامفري سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وأكد وزير الاستثمار على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من جانبه أكد هامفري اهتمام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات الاستثمارية الاستثماريه والتجاريه مع مصر مشيرا الى ان الفرص الكبيره المتاحه امام الشركات البريطانيه للاستفاده من التواجد في السوق المصريه كنقطه ارتكاز للانطلاق الى اسواق دول القاره الافريقيه